النهارده الحقيقه حلقه خاصه جدا. زي ما انتم عارفين احنا من ساعه الفنان وائل الفشني والفنان احمد سعد واحنا اخذنا كده عاتق على نفسنا ان احنا هنقدم اي موهبه جديده، هنساعد اي حد مش واخد حقه، هنخلي نجوم تقف جنب نجوم صاعده وتاخد ايدها، لان الخير مش بس علاج ومش بس مساعدات مادية، ولكن المساعدة المعنوية أو إنك تساعد حد على تحقيق حلمه دي حاجة يعني ليها معنى كبير قوي. وإنك ترسم الابتسامة على شفايف حد بجد والله العظيم هي يعني القيمة الحقيقية للحياة. طول عمري بحب النجاح جدا وبقدره، فببقى مبسوطة جدا إن أي حد يبقى عايز ينجح وإحنا نساعده على ده. فوجئنا ان في حد على السوشيال ميديا اسمه امير، وامير مسمي نفسه امير الشيخ. لما سالت ليه قالوا لي هو لقب نفسه بالاسم ده لان هو عاشق من عشاق طارق الشيخ، وعنده يعني حلم ان هو يشوفه، بيردد اغانيه، هو من منطقه شعبيه فضلت تلقبه بالاسم ده وخلاص اتعرف بأمير الشيخ. فكرت النهارده ان احنا نجيب أمير ونعرفه على حضراتكم ونساعده ان هو يحقق حلمه، خصوصا ان انا عرفت ان بقاله مدة طويلة قوي 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 بيحاول يغني، حوالي 21 سنة، هو عنده 37 سنة يعني من هو عنده 15 سنة. وكلمنا الفنان طارق الشيخ مشكورا وقلنا له يبقى معانا النهارده في الحلقة. لقاء من القلب إلى القلب، وبشكر طبعا طارق الشيخ جدا، فنان طارق الشيخ محافظ الألقاب طبعا. وقد إيه ممكن 5 دقايق أو 10 دقايق تغير حياة إنسان وتعرفه بالجمهور وتكتب له شهادة ميلاد فنية جديدة. فأرجو أنكم تساعدونا في ده، وأرجو أن أنتوا تحطوا إيديكم في إيدينا أن احنا نفضل محافظين على الفن اللي بجد. طبعا المهرجانات حاجة لطيفة وأنا شخصيا بحبها جدا وبنرقص عليها وكل حاجة، لكن ما ينفعش تبقى هي الأساس أو هي اللي موجودة طول الوقت أو هي اللي هتغطي على الفن الحقيقي أو الأغنية الشعبية الصميمة. قولي بقى متوتر ليه؟ عشان اول مره اقعد قدام حضرتك دي لازم ابقى متوتر يعني. ليه؟ وممكن يكون ثقه بالنفس بس توتر. ايه انك هنا يعني؟ لا، ان انا اتحققت لي امنيه انا بحلم بيها بقالي سنين اصلا، بجد ان انا اقعد ولا؟ قدام استاذه ريم سعيد. ربنا يخليك يا رب. بجد. قولي بقى، احكي لي اسمك ايه وبتعمل ايه؟ انا اسمي امير الشيخ، الشهره شهرتي. بس الشيخ ده مش اسمك الحقيقي صح؟ لا، الشيخ ده لقب استاذ طارق الشيخ. ليه تعرفه؟ هو حبيبي ومثلي الاعلى. اه، انا في الزيتون، قاعد في منطقه اسمها الزيتون، منطقه شعبيه كده زي المطريه والحلميه. الزيتون منطقه شعبيه؟ طيب ماشي، من الزيتون. فاول ما طلعت كنت بغني الاغاني القديمه بتاعت استاذ طارق الشيخ اول ما طلع، فبقوا لقبوني امير الشيخ اللي هو خليفه طارق الشيخ، لان انا اصلا من صغري بحبه وبعتبره مثل اعلى ليا من صغري لحد الان. وشفته قبل كده؟ شفته. شفته فين؟ شفته في الافراح، كنت بقى يعني بعرف ان هو شغال في فرح مثلا في الشارع عندنا او في المنطقه، كنت بجري. يعني هو عارفك؟ ممكن يكون عارفني وممكن ما يكونش فاكرني، الشهره والنجوميه بتغير اي حد. اه، يعني انت تعرفه من قبل ما يبقى مشهور؟ انا ما اعرفه من قبل ما يبقى مشهور. اه، بس انت مش كبير، انت صغير. لا انا كبير، هو شكلي بس اللي صغير. عندك كام سنه يعني؟ انا عندي 37. طب مش كبير. لا يعني انا بالنسبه لي كبير، لان انا بقالي 21 سنه استاذ ريان بغني. 21 سنه طلع عليا فنانين كلهم زمايلي واخواتي وحبايبي. يعني طلعوا عليا واشتغلوا معايا. بس طارق اكبر منك بكتير. لا، طارق يعتبر بالنسبه لي اخويا الكبير، مش هقول ابويا عشان ما اكبروش في السن. اخويا الكبير بحترمه كشخصيه. طب قولي بدايه بقى حبك لطارق الشيخ جت منين؟ جت من وانا في الدراسه. كنت في سنه اولى اعدادي. فكنت دايما كده يعني احب ايه اجيب الشرايط، ايام قبل طبعا النت والسوشيال ميديا والكلام ده كان الشرايط، كنت بجيب طبعا الشريط بتاع الاستاذ طارق الشيخ طبعه، كنت بقعد اسمعه اذاكر شويه واسمع طارق الشيخ شويه. وما كنتش بتسمع حد غير طارق الشيخ يعني؟ كنت بسمع بس طارق الشيخ اكتر.
اكتر. كنت يعني انت دلوقتي بتغني بس لطارق الشيخ ولا لا؟ بغني لكل المطربين، بغني استاذ رضا البحراوي، بغني مطربين كتير يعني، حسن شاكوش، احمد موزة، كل المطربين اخواتي وزمايلي لازم اغني لهم عشان ده اكل عيشي اصلا في الاول وفي الاخر. مهنتي. لكن متمسك لسه باسم الشيخ. هم لقبوني في المنطقه كده، لقبوني خليفه طارق الشيخ، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. ليه طبعا. صوتك مثلا شبهه صوته كشكل وصوت يعني، الحمد لله رب العالمين، هي جايه من عند ربنا، انا بحبه. يعني لما بيطلع حد زي شاكوش وكده ينور مثلا اكتر او كده، ما بتحسش ان انت مثلا بتحبه اكتر؟ طارق برضه. طارق برضه. هو لامع من صغره، من صغري لحد دلوقتي لامع، وهيفضل لامع طول العمر قدام. بحبه. طب صوتك شبهه ولا لا؟ ممكن اغني وانت حضرتك اللي هتحكمي وهتقولي اذا كنت استاهل ان انا ابقى خليفة طارق الشيخ. لو جبناه يلا احلى مفاجأة في الدنيا. ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ احلى مفاجأة في الدنيا بجد. اتفضل يا استاذ. ابو شهاب ده حبيب قلبي، اقسم بالله انا لسه بقول، واقسم بالله انا ما اعرف ان هو موجود اصلا، دي احلى مفاجاه في الدنيا بعد المفاجاه بتاعت حضرتك. عجبتك يعني؟ عجبتني، دي احلى مفاجاه في الدنيا. قالك ده اخويا الكبير مش ابويا عشان ما كبروش، وبقالي 21 سنه بغني وبروح له الافراح عشان اشوفه. قلت طب هو يعرفك؟ قال لي ممكن يكون ما بياخدش باله مني يعني. هو لقب نفسه امير الشيخ. شرف ليا يا استاذ ريهام. يا عم انت فوق دماغي يعني. انت اخويا الكبير يا استاذ طارق. هو من الزيتون، وبيقول لك ان الناس اهل المنطقه هم اللي سموه. طارق الشيخ ربنا يديله الصحه طبعا وطوله العمر يا رب. ابو شهاب ده يعني استاذ طارق ده انا بعشقه من صغري، انا كنت بقى يعني كنت بذاكر شويه واسمع الاستاذ طارق الشيخ من ايام الحاج حنفي محمود حنفي، شركه الاصدقاء، ايام الشرايط الكاسيت دي، كنت بجيب الشريط واجيبه واسمع الاستاذ طارق من اول قفلت عليا بابي. واحنا عندنا برضو حد امير برضو مدير الانتاج بروديوسر مهووس برضو باستاذ طارق الشيخ. يعني يجي اسم استاذ طارق الشيخ فيحمر ويخضر ويصفر. فواضح هو تاريخ طبعا. هو تاريخ طبعا طبعا. وهو من يعني من بدايه الناس اللي غير شويه الاغنيه. قولي طب ايه عايزين نسمعه؟ ايه بقى اكتر حاجه بتغنيها حلوه؟ ندم عمرك. طب هتعرف تغنيها ولا هتكسفنا ولا ايه؟ لا يعني هغني ان شاء الله. غني براحه راحتك. غني ده انا قاعد مع الاستاذ. لا براحه راحتك. ندم 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 اتعيش طول عمرك تحس بندم، هتندم قد ما تمنيت بتصون الحب ويتقدر، هتندم قد انا مسيت وهتعرف انت متاخر، والايام ما هي بيني وبينك، بكره هتيجي ومكسوره عينك لما تقاسي من الحرمان وتعيش كده ندمان ندم عمرك. حلوه دي. انا بعشق الاغنيه دي واستاذ طارق الشيخ طبعا. والله استاذ ايه رايك طبعا؟ كفو بجد؟ طبعا ده بنفس العرب نفس كل حاجه صح؟ شارب الموضوع. ايوه عندك انت ناس كتير قوي يعني، عارف ان في ناس كتير قوي الحمد لله، وفي يعني في في, في اللي منهم عمل شغل لنفسه كتير. هو بيقول ان هو عمل شغل لنفسه وابتدى يروح افراح صح؟ يعني حتى تلاقيه طالع على المسرح، طالع واقفه بتاعه طارق الشيخ. مظبوط. بتنبسط بقى اكيد انك عامل الجيل طبعا. طبعا لما طلع شاكوش وحمو بيكا وكده غيروا لكم شويه مفاهيمكم عن الاغنيه، او غيروا لكم رايكم في طارق وفي الناس التانيه دي اللي هي القديمه التاريخ دي ولا لا؟ ما حصلش. ما حصلش؟ لا.
ما قلتوش مثلا نتجه للمهرجانات عشان نطلع اسرع نطلع؟ انا اتعرض عليا ان انا مطربين زمايلي ان هم مشهورين بدون ذكر اسمهم، اخواتي وحبايبي وزمايلي، ان انا اعمل معاهم مهرجانات. انا ما يعني الماده اصلا مش موجوده عندي. ليه بقى؟ اصل انا بغني يعني مع احترامي طبعا لكل الفنانين واخواتي وزمايلي، انا بغني للاستاذ طارق الشيخ تاريخ، بغني مثلا يعني مثلا فنانين كبار موجودين، استاذ مجدي طلعت الله يرحمه انا بحبه والله رحمه الله عليه، الاستاذ عباس حموده طبعا، يعني فنانين كبار انا بحبهم بحب اغني لهم. ما ينفعش انا بغني الناس دي اروح اغني مثلا مع احترامي لهم طبعا اغني مهرجانات. هم ناجحين في الموضوع. ده فن اقل يعني؟ ايه؟ شوف ان ده فن اقل من الاغنيه الشعبيه ولا هو حاجه ثانيه خالص؟ انا ما احطش الاغنيه الشعبيه مع المهرجانات خالص. ما اجيش انا مثلا بغني موال الاستاذ طارق او الاستاذ عباسط او الاستاذ رضا البحراوي او اول المطربين اللي هي بتتسمع بجد، ما اجيش مثلا انا بغني لهم او رايح اغني مهرجان. طب ولو ذوق الناس اختلف وراح ناحيه المهرجانات؟ براحتهم بقى، هو كل واحد وذوقه. هتشتغل انت ازاي؟ هشتغل انا ازاي؟ ما هو ده اللي مخليني لحد دلوقتي ما اشتغلش. ممكن انت تعمل اه اهو بيقول لي ده اللي يخليني ما اشتغلش. رد عليه بقى. ممكن انت تعمل السكه اللي هم عاملينها بس انت بالغنى بتاعك. عملت كده؟ هما بيشتغلوا من غير مزيكا، انت زود عليها مزيكا. عملت كده انت؟ عملت حاجه والله كده. ايه؟ عملت حاجه اسمها بحب سكوتي، خدت شكل مش المهرجان، البيت بس بتاعهم اسرع شويه بس، لكن غنى المهرجان فيه غنى، استاذ طارق الشيخ بيغني في الموضوع. حضرتك يا استاذه انت ما تقوله لنا كده، البيت بتاعهم بس كده. عايز اشوف، عايز اعرف. عامل حاجه بتقول ايه؟ بحب سكوتي علشان راحة من الحكايات، يا ريت كل الحياة تفضل كما البدايات. من امتى الحزن غير شيء من اللي فات؟ عايشين في الدنيا نندم على اللي ضاع، في الذكريات. وبعد كده بقى ده مهرجان. الله عليك يا استاذ. اه والله هم يعرفوا، هم يعرفوا يعملوا كده. بس داخل جوه بقى عامله بعمل بقى البيت اللي هو ايه، خش هو بيغني بس هو بيغني الموضوع جميل. بس ايه الصوت ده؟ طيب ده ربنا يخليك. لا بجد والله احنا في نعمة يعني. الحمد لله. شفت بقى استاذ رامي يعني ليه حق اقول لك ده مثلا؟ لا ليه حق، انت تعرفني على لا يا استاذ ده احنا مع بعض يعني ربنا يخليك من زمان. ربنا يديك. لا انا بس خايفه ان الناس اللي زيك زي جيلك او اصغر تلاقي ان المهرجانات دي الناس طلعت بسرعه وعامله ترند وبتاع، تغير مفاهيمها او تغير الفن اللي اختاريته او كده ويبقى حياتنا كلها. انا بحب المهرجانات على فكره، بس المهرجانات عندي بتقتصر عند حفله عيد ميلاد عايزه تنطط بس مش عارفه ايه. لكن عايزه اسمع اغنيه حلوه او طرب او فن او حتى عايزه احس حاجه حاله كده، اكيد مش هسمع مهرجان. اكيد فاهم، مش كده كنت بتاكد منك بقول لك موضوع الشهره والنور ده ما زغلش. ممكن يكون اخرني شويه ان انا ممكن اقول اتكلم بصراحه مع استاذ رامي. اتكلم بصراحه في وجود، طبعا دي فرصه جميله ان انا اتكلم في وجود الاستاذ طارق الشيخ. اتكلم بصراحه. انا بيجي عليا وقت كده كان بيصعب عليا نفسي، انا 21 سنه وبغني في مطربين زمايلي يعني دي ارزاق طبعا، انا مش قاصد حاجه والله، ربنا يديهم ويوسع عليهم اخواتي، بس انا بقول سنتين وثلاث سنين بيغنوا واشتهروا، انا بقى لي 21 سنه بغني، فجاء عليا وقت قعدت مع نفسي كده. ماشي يا امير، ما هو ده رزق. ورزق انا ما بقولش. لا بس انا في حاجه، بس مش قصدي، هو مساله انك تبقى مشهور دي حاجه سهله قوي. لكن هي تسال نفسك انت مشهور بايه بس، فاهم قصدي ايه؟ انا ما عملتش حاجه مشهور تخليني بإيه؟ يعني انت عامل ترند او شير يعني بس. انا متهيألي ان اي حد لسه عايز يتشير ممكن يطلع يقول شتيمه على اليوتيوب. اسرع حاجه قله الادب تطلع ترند. بالظبط، فاهم قصدي؟ لكن انت مشهور بايه؟ هي دي الحكايه. وبعدين دايما لما تاخد خطوات بطيئه ويعني يقول لك انك تتعب وانت بتاخدها، تبقى كلها خطوات ثابته مش هوبا فوق وبعدين تحت يعني. ماشي، ما يعني فين اوكا وارتيجا؟
فين في ناس كتير قوي مش عايزه اقول لك بدعت الموضوع. الفرقعه دي مش بتبقاش ظريفه لانها بتقع على طول، سقط مره واحده بتقع على طول. هو معلش يعني ماشي، بنت الجيران اخواتي سالكه مثلا، مع ان انا معترضه جدا ان يبقى في اغنيه اسمها سالكه، لكن اخواتي مقدور عليها، لكن سالكه دي مش عارف بصراحه. وبعدين وبعدين الحاجات دي اللي بتاخد ترندات، ايوه اللي بتاخد الترندات فعلا. واحنا مش عايزين ترندات. بص يا استاذه، اللعب دلوقتي في مخارج الالفاظ. يعني الاول كان ما ينفعش ان حد يقول لفظ بين البنين. كان بيتشطب عليه. دلوقتي سهل جدا حد يعمل لفظ بين البنين. عشان اليوتيوب وكده مفيش رقابه. بالظبط. الافيه بينجح الاغنيه، في افيه في الاغنيه بينجح الاغنيه. يعني الاغنيه ممكن تنجح بسبب افيه في الاغنيه نفسه. زي اخواتي كده الاغنيه بتاعت شحاته نجحت بسبب كلمه اخواتي. بتهيألي لو مش موجوده اصلا مش هتبقى لهم، مفيش اغنيه اصلا. بس هو ربنا يكرمه شحاته اخويا حبيبي. الافيه بتاع الاخوات. ايوه بس هو برضه اجتهد وراح اجتهد شحته من زمان واتمرمط قدام عينه. طيب ماشي اهو، وراح استوديوهات واتمرمط هنا واتمرمط هنا وعمل، وراح وجرب مع ده وجرب مع ده وجرب مع ده، ومره تسيب ومره تسيب. صح صح صح. يعني على بال ما نجحت له حاجه، ما عمل عمل 50 حاجه وجرب فيها. يعني ايوه كلهم عملوا 600,000 اغنيه، هم احنا فاكرين ثلاثه مثلا ولا اربعه. فما تيأسش بقى، انت لسه عندك 37 سنه يعني لسه. استاذ محمد رشدي كان مكسر مصر وعنده 67 سنه، دامت لمين؟ والعزبي. والاستاذ محمد عزبي رحمه الله عليه وعليهم. يعني لغايه اصحاب في الاخر خالص. اغنيه اصحاب الله يرحمه، اغنيه اصحاب ديت اللي كانت في الفيلم دي كانت. وبعدين هو انت لو ما وصلتش امال احنا عرفنا عنك ازاي؟ مش عارف. وانت موجود في صباح الخير ازاي؟ انا بقول لك انا لحد دلوقتي حاسس. لا يعني انت لو مش محقق. لا مش محقق. لا مش عامل ترند على اليوتيوب ولا عامل نسبه مشاهده ولا الكلام ده. لا هو بقول لك الصراحه. امال انا عرفتك منين؟ دي بتاعت ربنا. هو الترند ده على فكره انا ممكن اجيب 500,000 حد فيك وادخله. الترند ده مش دليل خالص. لكن انا سمعت عن امير الشيخ ازاي؟ معروف وموجود والناس بتسمعك والناس معجبه بصوتك. طبعا في جزء خدمك ان هم بيحبوا طارق. طبعا ده خدمني جدا. لكن انا المعدين لما كلموني قالوا لي في واحد كويس جدا جدا وصوته حلو قوي اسمه امير الشيخ وبيعمل كذا كذا. فمتهيالي هو ممكن تكون فيديوهات ليا اللي انا عاملها بتبقى بنقي. وبعدين انت بعد الحلقه دي ربنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني ما شاء الله يعني انا صممت ان استاذ طارق الشيخ يبقى معانا عشان يساعدك ان الحلقه دي تنور. اقسم بالله انا ما توقعت اصلا ان انا اخش. انا فاهمه بس انا شايفه ان هو قاعده جنبك دلوقتي يخلي الناس تفتح خلاص دي الفيديوهات. يعني بالنسبه لي ربنا والدتي ربنا يديها الصحه ربنا وشفيها. ربنا يخليها لك. ربنا يعني هي دعايه لي قبل ما اخرج اصلا من باب البيت. ربنا يشفيها الاول بس والدي الله يرحمه. فدي عندي بالدنيا. انا نفسي ربنا يكرمني يا استاذه ريان ان شاء الله عشان خاطر امي دي بس. اقسم بالله مش عايز اي حاجه من الدنيا. يكرمك مش عشان خاطر حد. هو ربنا بيكرم كل الناس ان شاء الله. طب تسمعنا ايه بقى في الاخر كده حاجه اخيره استاذ طارق تبقى حاجه جامده جدا؟ ممكن اقول شكل عيني قدام الناس لما تبان قدام الدنيا ولا المساكين. ماشي استاذ طارق. الحكاية مش حكاية قلب خاين جيبوا سابني في الطريق واللي أصاب من خيانة لما تيجي من الصديق شكلنا عيد لما الدنيا بحالة طول النغشاش ولد يا صاحبك علشان حاجة ما تسواش بس يا ريتك بعته بتمن ده بعته بلاش وما تبان قدام الدنيا على المساكين اللي ما فيش في ايديهم حاجة ومش مهمين اللي عليا بيه
ضحك يا ابو شهاب واللي عليا حزين شكلي انا ايه قدام الناس وانت يا صاحبي اللي امنت واقرب صاحب ليا انا ندمان اني ما خونتك وحكيت لك ايه بيا انت رضيت بعذابي وويلي طيب اشرب وتدعيلي وبضحك على طول من قلبك لما تخونك هي شكلنا ايه قدام الناس شكلنا الله امين حبيب ربنا يخليك انا هطلب منك خدمه يا استاذ طبعا هو وهو صغير وبيذاكر وبيسمع اغانيك وكده طبعا ممكن يشوفك ممكن يقعد معاك بس اكيد ما تخيلش انه ممكن يغني معاك في يوم من الايام فممكن نقف معاه كده ويبقى عمل دويتو كده لمده دقيقه مع طارق الشيخ تختاروا اي حاجه تغنوها مع بعض هي دي تبقى لحظه حضرتك بجد خدت الكلام من على لساني اللي هو ده اللي في قايله كنت هقول لك ان هي امنيه نفسي اتمنى ان انا اغني مع الاستاذ طارق الشيخ يعني دويتو دقيقتين كده بس شرف ليا طبعا ده وقفت شرف ليا طب ايه الحاجه اللي ممكن تغنوها مع بعض اللي الاستاذ يختار لا عشان ما يبانش صوتك برده يعني بلاش الثقه قوي دي عشان انت صوتك جميل مش قصدي لا انا مش قصدي انا بهزر يعني صوتك جميل وكل حاجه بس هو ممكن يعلى عنك قوي في حاجات ايه اللي ممكن تبقى سهلة اللي هو عايزه ايه يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك يا عمي ماشي ماشي يا استاذ اللي انت عايزه احب بقى الاغنيه دي حاضر اللي انت عايزه غني انت يا عم يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك صحيح دمك خفيف بس يا ريتني معرفتك في الاول كنت زمان بتدوس على الاحزان دلوقتي انا هربان من الدنيا والايام يخرب بيتك يا كيف عشمتني وفلت عايش في الدنيا ضيف ومليش فيها حد في واحد ابن حارب عيب وانا فوخي واحد كله يجرمه منه يا خوفي وسجارة جابت جيبان وشبان عايزة كوبليه انتوا اسمع صوتكم مع بعض جابت جريت وانتهت الحكاية وسجارة جابت جيبان وشوان قول معايا عايزك تقول معايا حباية جابت جريت وانتهت الحكاية يخرب بيتك يا كيف يا معيشني في مزلة في بعدك مش قادر عارف ولا عارف اتهنى اول ما الاغنيه انا مش تفتكر اول في واحد ابن حرام عيب جوه نفوخي واحد كله يضرب منه يا خوفي وسجارة جابت جوان وجوان جاب حباية اول واحدة حطيتها على في صبايا الخير كان تاني يوم دي جميلة وجيت لك كان كنت عاملة حلقة كنت عاملة مخدرات وسمعت الأغنية قلت بس ده أنا هتوقف بعديها لا أصل هي في بس قد إيه كانت مؤثرة ما إحنا بنقول له يعني بدل كلمة لا للمخدرات إحنا بنقول له المخدرات بتبدأ لا هي كلمت الناس اللي بتتعاطى مخدرات بلغتهم بالظبط فاهم قصدي؟ يعني كتير ناس تطلع تقول حاجات على المخدرات اقول لهم يا جماعه بيكلموا مين؟ انا معاك بيكلموا مين؟ اللغه دي ولا هم فاهمين ولا سامعين ولا اي حاجه فانت كلمتهم يعني عارف كل اللي كان بيتكلم في المخدرات بيجيب اللي هو بيتعاطى المخدرات بيجيبه مدمن بيجيبه ميت ان هو مات انما لا احنا بنقول للمخدر ده بيبدا بكذا كذا فهو مقتنع بكلام هو بيكلمك يعني انك فاهم هو بدا بالظبط فاهم انك فاهم فبتكلمه من حتته يعني ده انا معايا حكايه تانية انا بشكرك يا امير جدا وسلم لنا على مامتك وهنتقابل تاني قريب جدا ان شاء الله باذن الله لما الحلقه كده ان شاء الله تنجح بدعاء مامتك برده ان شاء الله شرف كبير يا استاذ طارق طبعا يا حبيب ربنا يخليك انا مبسوط احلى مفاجاه واستاذ ريهام سعيد بجد مبسوط قوي انت كنت معانا النهارده وان شاء الله باذن الله تبقى الحلقه دي فتحت خير عليك ان شاء الله يا رب ربنا يكرمك يا امير ان شاء الله حبيب امير ربنا يكرمك يا امير شرف ليا يا استاذ